هل يكفر الساحر وإن كان يصلي؟ الساحر نعم يكفر، الساحر يكفر وإن كان يصلي، صلاته باطلة ما دام أنه ساحر، صلاته باطلة نعم، حتى يتوب من السحر نعم. متى تكون النميمة جائزة؟ لا تجوز النميمة في حال من الأحوال، إنما الغيبة، الغيبة تجوز على وجه الشكاية وعلى وجه طلب الحق من المظلوم، يتشكي ويغتاب الظالم ويقول فعل كذا وفعل بي كذا، أكل مالي، سرق مالي إلى آخره، من باب الشكاية لأجل إنصافه من الظالم لا بأس نعم.